هذا المعلم تاعك ما قريتوش النفس بارك الله فيك. كاين حاجة نزيد نضيفها لكم اللي يصور لك. كاين حاجة يا أساتذة، كاين حاجة نضيفوها، أعطونا منها نضيفها لكم بالمناسبة. احنا المنطقة تاعنا راح زاخرة بنضالها بتاريخها بشهدائها، ولكن احيانا كنخرج للشارع نسمع بعض الشباب مانيش عارف باش يقولوا العكس، يقولوا ما عندناش شهداء، يقولوا ما عندناش مجاهدين. احنا رانا مستعدين، ما يطولوش يقول لك ما عندناش وطن. احنا رانا مستعدين، هذه امانه نبلغوها كل انسان، مستعدين نستقبلوا سواء كانوا اساتذه، لان الاستاذ عنده اختصاص المهمه تاع الاختصاصيه، ممكن نلقاوه تاريخي يحتاج حوايج. احنا رانا مستعدين وقلوبنا مشروح، لسنتنا معانا، مكاتبنا مفتوحة، وإلا قصدتونا حتى في بيوتنا نبلغوكم وش عندنا. أهو طيب يا صاحبي. ونتمنى تاخذوا الشهادة الحية من عند الأحياء أكثر من الشهادة المكتوبة. أنا هذا ما نقول لكم، والسلام عليكم.